بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على لسه مع الاكسس موديفايرز، بس هنتكلم المرة دي على البروتكتد موديفاير. البروتكتد ببساطة جدا ان انا اجي على فانكشن او فاريبل او فيلد او كلاس حتى بالبروتكتد. لازم نبقى عارفين كويس جدا ان البروتكتد موديفاير دوت بيتنفذ على اي كلاس او على اي انترفيس او حاجات من دي. معناها ان الكلاس ذات نفسه اللي هو الرئيسي اللي اتعرف فيه الحاجة البروتكتد، والكلاس اللي هيورث منه اللي هو دريفيد، دول بس اللي ليهم حق يشوفوا البروتكتد. اي حاجه انا عرفتها بروتكتد دول بس اللي يقدروا يشتغلوا عليه، خارج كده ما يقدرش يشوف. طبعا ده مستوى اقل شويه من الايه، من البابليك. فلو جيت عملت اوبن كلاس مثلا سميته بيز 1 وعرفت فيه بروتكتد فاريبل سميته برو 1 وحطيت جوه زيرو، وعرفت كلاس اسمه دريفيد 1 بيورث من البيز 1، وعرفت مثلا فانكشن جواها سميتها جيت برو مثلا او جيت برو 1، جيب برو 1 عشان تقدر تجيب الايه الفاليو اللي موجوده في البيز 1، هطبعها بس هقول برنت ال ان وهقول له برو 1 وخلاص، عشان هو شايف الايه، شايف الكود اللي موجود عندي او شايف القيمه اللي موجوده عندي جوه البرو 1، وشايف البرو 1 لان هو بروتكتد، وبما اني انا كدريفد 1 وارث من البيز 1 فانا اقدر اشوفه عادي جدا. وعشان نتاكد هعمل ايه، هعمل ان انا هروح جوه المين فانكشن، عرفت فاريبل بي بيساوي بيز 1 و بي دوت، زي ما احنا شايفين طلع لي ايه، ما طلعليش اي حاجه من اللي احنا عايزينها خالص، لانه زي اكنك بالظبط بتتكلم برايفت، اكنك مش شايف. يبقى بي 1 بي دوت ما جابتليش حاجه، يعني الاوبجكت مش قادر ياكسس برضه البروتكتد. يبقى ولا الاوبجكت بيقدر ياكسس البروتكتد، ولا اي كلاس ولا اي حاجه خالص تقدر تاكسس البروتكتد. الحاجه الوحيده تقدر تاكسسها الكلاس ذات نفسه، يقدر ياكسس اي حاجه متعرفه بروتكتد، بلس الكلاس اللي وارث منه يقدر برضو ياكسس اي حاجه بروتكتد، غير كده مفيش. فلما جيت عرفت من اللي هو دريفيد 1، عرفت منه دي مثلا، هقول له دوت جيت ليت جيت برو عادي جدا، تعال نشوف هتقدر تطبع ولا لا. فانا هعمل ايه، الكليك يمين واقول له رن. طبعا هتقدر تطبع، انها هتقدر توصل للقيمه، بس هو انا مطلع لي ايرور. طلع لي ايرور ليه؟ ايرور عشان كلمه بيز 1 بس كابيتال، المفروض كان شافها. فبيز 1 عشان يقدر شايف الكلاس اللي فوق، لان ايه، هي كيس سنسيتيف. فمسافه ما قلت بيز بي بس كابيتال كده، ارجع اعمل بقى ايه، رن من جديد، ما بقاش في عندي ايرورز. الورننج سيبك منها، ممكن يكون عرفنا حاجات قبل كده وما استخدمناهاش، فيكون بس بيحذرني او شيء. زي ما احنا شفنا كده في الاخر طلع لي ادي النتيجه، وتوصل للنتيجه بتاعته بدون اي مشكله، وطبع القيمه وقدر يوصل للفاريبل اللي هو ايه، الفاريبل اللي هو بروتكتد بقيمه زيرو.